مع كرة اليد بنادي أصحاب الرياض. أنا بحضرتك. أهلاً وسهلاً بيك. معلش هنبدأها الأول بإيه تدريجياً بقى فترة الإعداد لحد دلوقتي في الفرقة. شايف الفرقة السنة دي من ساعة ما بدأت فترة الإعداد شايف إن السنة دي أحسن من السنة اللي فاتت وهتنافس زي السنة اللي فاتت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً كل سنة وأنتم طيبين جميعاً. الحقيقة لحضرتك شفت السنة اللي فاتت إحنا كنا ماشيين أول فات الدوري المنافس الحمد لله على رتبة الدوري. المستوى كان كويس جدا السنة اللي فاتت. أنا الحقيقة السنة دي أسعدني الحظ إن أنا أحضر ماتشين مع الفريق، ماتش كولومبي وماتش محلة تقريبا المحلة. أنا شايف المستوى الحقيقة في 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 ارتفاع بشكل مبهر. يعني الحقيقة أنا انبسطت جدا 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 من مستوى الناس اللي جابهم كابتن وليد السليمان والجهاز الفني. أنا شايف إن شاء الله إن السنة دي يعني نعمل من ربنا سبحانه وتعالى إن يكون المستوى أحسن من السنة اللي فاتت بكتير. يعني إن شاء الله نكمل المسيرة. أنت عارف حضرتك إحنا على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا واحنا الحمد لله ابطال الدوري. نتمنى ان شاء الله ان احنا السنه دي كمان نكمل ونسعى بره المحترفين عشان خلاص بقى كفايه كده. يعني احنا تعبنا الحمد لله. في انقسامات في مجلس الاداره حوالين فريق كره اليد ولا الكلام اللي احنا بنسمعه ده مجرد اشاعات؟ هو مجلس الاداره ده عندنا طول عمرنا احنا مجلس الاداره، مجلس اداره النادي ده عندنا. انا ما اعرفش الكلام ده طالع منين، الكلام ده طالع ازاي اطلاقا. مجلس الاداره من حقه ان هو يناقش اللائحه بتاعه الفريق. هو مجلس الاداره ما عملش حاجه مش من حقه. مجلس الاداره كل اللي عمله ان هو ناقش اللائحه وما كانش فيه حاجه، ما فيش اي اعتراضات عليه، بدليل ان اللائحه تكاد تكون، يعني انا اؤكد لك ان اللائحه دلوقتي اعتمدت، ما عادش فيها مشكله خالص، ما فيش خالص انقسامات مجلس اداره. مجلس اداره ناس محترمين جدا، هدفهم الاول والاخير مصلحه النادي، هدفهم الاول والاخير ان هم يحافظوا على اموال النادي، هدفهم الاول والاخير ان هم ان الفريق يصعد، المحترفين اللي هنا ما كانوش صرفنا المصاريف دي كلها. فما فيش اطلاقا اي انقسامات حوالين او في مشاكل بالنسبه للفريق الاول عندنا في مجلس الاداره. بالعكس مجلس الاداره كل الناس محترمين، انا شخصيا شايفهم ناس كلهم فوق مستوى الشبهات، ناس محترمين جدا، ناس بيسعوا لمصلحه النادي. وانا من خلالك يا استاذ حسين دلوقتي بتقدم لهم برضه خالص الشكر والتقدير على الموقف اللي فيهم معانا خلال السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها واللي قبلها والسنه دي برضه، ان هم وافقونا على لائحه في بعض التعديلات الصغيره جدا اللي هم شافوا ان دي مش من مصلحه النادي مش من مصلحه الفرقه واحنا وافقنا عليها. احنا ما عندناش مشكله فيها، لكن ما فيش انقسامات، احنا كلنا ايد واحده، مجلس اداره والاداره والمشرفين والجهاز الفني واللعيبه. يمكن حضرتك شفت ان احنا بنتميز ان احنا كلنا بنحب بعض وكلنا بنساعد بعض. فانا بنكر تماما 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 وجود اي مشاكل بخصوص الفريق الاول، وبؤكد لحضرتك وبؤكد للعيبه وبؤكد للجهاز الفني وبؤكد لكل جماهير اسكندريه ان احنا فريقنا ايد واحده، جهاز فني ولاعيبين ومديرين ومشرفين مجلس اداره، وكلنا بنهدف هدف واحد، الصعود لدوري المحترفين ان شاء الله. بس معلش انا هستغلها كتير المره دي. انا بستغل برضه الفرصه ان انا بهني الاستاذ دكتور خالد حموده رئيس الاتحاد ونجاح قياده الاتحاد المصري لسه هندخله اول مره من اسكندريه، سياده تهنئه واجبها. وبرضه بهني الاستاذ سعيد كابتن سعيد عبد المنعم رئيس لجنه المسابقات الاختير اخيرا رئيس لجنه المسابقات الاتحاد، وده شرف اسكندريه ان يكون رئيس الاتحاد من اسكندريه ورئيس لجنه المسابقات من اسكندريه. كابتن سعيد عبد المنعم من الشخصيات المحترمه اللي فاهمه كويس قوي مشاكل اللي بتقابل الانديه. احنا ما شفناش لسه شكل المسابقه هيبقى شكلها ايه، ولكن بصفه عامه انا شايف ان الفتره اللي فاتت واستعدادات الفرق للدوري الجديد هيخلي فيه صعوبه شويه في المستوى الفني، المستوى الفني ارتفع لكل الفرق، ولكن حته التوزيع الجغرافي او الماتشات رايح جاي زي السنه اللي فاتت دي احنا ما نقدرش نسبه الحوادث وما نقدرش نقول اذا كانت هتبقى دي احسن ولا دي احسن، احنا لسه ما شفناش النظام هيمشي ازاي. ولكن كمستوى فني انا اعتقد ان السنه دي هتبقى اصعب من السنه اللي فاتت. بص يا استاذ حسين، احنا كفرقه ده اصحاب الجيال، كنادي اصحاب الجيال بصفه عامه، احنا انجزنا انجازات كبيره جدا بالقياس بالفتره اللي احنا قضيناها في مجال كره اليد. البراعم عندنا والناشئين الحمد لله محققين بطولات ومحققين مراكز كويسه جدا ومحققين حتى لو ما حققوش مراكز هم محققين مستوى كويس جدا يبشر بالخير. انا برضو من وجهه نظر ان انت عشان تحافظ على الفريق الاول لازم تحافظ من البراعم تحت، لازم تبدا من البراعم تحت. البراعم تحت مسؤوليه كبيره جدا، قابلتنا السنه دي مشاكل كتيره جدا خاصه بخصوص وخاصه في سفر المدربين للدول العربيه. فاصبح في ندره في مدربين البراعم او مدربين كره اليد بصفه عامه في اسكندريه. فاحنا الحقيقه بنحاول ان احنا نوفق اوضاعنا او نيسر الامور بالنسبه للفرقه ونخلي كل فريق مدرب، الامور صعبه.
مش سهله، ولكن اتمنى ان احنا نكمل المسيره. احنا عندنا ما شاء الله قوات الابلاء كل المنظومه، من اصغر فريق الفريق الاول في البنين في البنين، ومن اصغر فريق اللي في الفريق 93 في البنات، اللي نعمل السنه الجايه اذا كان مجلس الاداره موافق او يوافق على كده ان هو يعمل لنا فريق سيدات عموم سيدات. الفرق دي سواء البراعم او الناشئين الحمد لله محققين نتائج كويسه السنه اللي فاتت، وحتى في السيزون اللي هو ده في الدورات الوديه والدورات المجمعات الصغيره اللي كانت بتعملها منطقه اسكندريه محققين نتائج كويسه. اتمنى ان هي تعجب الناس، واتمنى برضه ان هم يكملوا المسيره للوصول للفريق الاول ان شاء الله. ولكن انت لك بعد ربنا سبحانه وتعالى فضل كبير جدا في ان الولاد شايفين لما بيشوفوا صورهم، لما بيشوفوا متابعه من الناس بيشدوا حيلهم وبيجتهدوا اكتر. واحنا فعلا كان من ضمن خططنا الاهتمام بقطاع البراعم وقطاع الناشئين، وانت كان ليك الدور الكبير في ان انت تظهر الناس ديت للناس كلها وللجماهير كلها، وتعرفهم ان احنا عندنا ايه والناس شغالين ازاي والنتائج اللي بنحققهم. وانا برضو بشكرك برضو على الهواء قدام الناس كلها لاهتمامك، وبدعوك اهتم كمان شويه. يعني احنا مستنيين لكل فرقه برضو الاهتمام ان شاء الله. انا عارف ان شاء الله ان انت هتبذل مجهود، انا متاكد من الكلام ده. وانا متاكد برضو ان التغطيه الاعلاميه للقطاع الناشئين وقطاع البراعم هيدي فرصه، هيدي دفعه كبيره جدا للقطاعين دولت، وان شاء الله نشوفهم بمستويات احسن.